السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأسئلة الشائعة للناس اللي كتصادفهم اللي كيبغي يبدأ واحد المشروع تجاري هو البضاعة. كاين اللي ما كيعرفش البضاعة اللي ياخد، كيخاف يشري شي بضاعات وحال فيه. كاين الناس اخرين اللي ما عندهمش مكان للتخزين. كاين الناس اللي ما عندهمش الكابيتال يعني رأس المال باش يشريوا البضاعة. كتختلف الظروف، ولكن بالنسبه لواحد مبتدئ الا بغى يتعلم كيفاش يبيع وكيفاش يشري وفي نفس الوقت يقدر يدير الفلوس، يمكن يستغل الدروب شيبين او الافليت ماركتينغ، اللي ما كتكونش واحد الحاجه ان الشخص يمشي ياخذ بضاعه ويستوريها عنده ويبقى يشيبيها، كتكون حتى واحد طرف ثالث، كتكون البضاعه كتاخذها من عند السبلاير وكتمشي نيشان لعند الزبون. المهم اليوم غادي نهضروا على واحد البروغرام ديال الافليت ماركتينغ مع الامازون اللي يقدر الواحد يستغلو ياخذ فيه منتوجات يعني بواحد الاثمنه منخفضه كتكون في الامازون، ولكن في منصات اخرى كتكون يعني باثمنه اكثر. يقدر يعني بواحد الطريقه سهله امبورت يعني ياخذ هذاك المنتوج ويحطه مثلا في ايباي او في فيسبوك او في ديفرنت ماركت بليس. الطريقه جد سهله، غادي نوريها لكم دابا، وان شاء الله اللي عنده اي اسئله يمكن يطرحها في الفيديو. المهم من بين الطرق اللي كنصح بها دائما هي الواحد يكون عنده واحد الويب سايت اللي كيكون بحال واحد الانفنتوري مانجمنت، كيكونوا جميع البرودكت تما يعني فيزيكال برودكت واي برودكت عندك كتبيعه كتحطو تمايا، ومن بعد يعني كتقدر دير الانتجريشن مع ماركت بليس اخرين اللي تقدر تصيفط هذا البرودوي لديفرنت ماركت بليس. اليوم غادي نختاروا يعني المنصات ووردبريس، يعني كاينه بزاف المنصات، كاين ويكس، كاين بزاف المنصات اللي يقدر الواحد يدير منها ويب سايت. ومن الاحسن الواحد يشري واحد دومين نيم اللي ما كتكوستي واحد ليس دان 10 دولار. دومين نيم كتشري كيكون يعني ييرلي بايمنت، ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم المرحله الثانيه كيفاش تستغلوا ووردبريس مع ووكوميرس باش افيليت فروم من الامازون المنصات. شنو سميتها؟ دروب شيب ان افيليت فور امازون ووكوميرس. كتدونالدي هذا الاكستنشن من ستور سواء في الكروم ولا سواء في الادج ولا اي براوزر عندك، وهي اللي غنوريكم الفرق يعني بالاكستنشن وبلا اكستنشن كيفاش كتتم العمليه ديال الامبورت ديال المعلومات من امازون لايباي. دابا خصنا نقلبوا على شي برودوي، واحد المنتوج اللي يكون في الامازون يكون بواحد الثمن اقل بكثير من بالايباي، حيت كيكون واحد الفي ديال الايباي يعني ضروري خصك تقطع واحد النسبه مئويه من داكشي اللي كتشوفو انت عندك رباح. كاينين هنا مثلا ملي كتدير سيرش في الامازون كيعطيك وات ستراند ديال الناس علاش كيقلبوا، ولكن كاينين طرق اخرى كديرها في البروداكت ريسيرش، ان شاء الله دابا نهضروا عليها فيديو اخر. المهم انا من الحوايج اللي لقيت في تراند ناو هي البادين، يعني الساد ديال الناموسيات هما بان لي فيهم واحد النوع ديال تراندين، سو قلت اجي نقلب. مثلا غنمشي لاول واحد، نمشي لهاد سميتو تهاري، غادي نكابي مثلا نفس الادريس وغادي ندخل في ايباي ونشوف مثلا شحال الافريج برايس، نشوف مثلا الا خديته من ايباي الا خديته من امازون حطيته في ايباي واش غادي يقدر يتباع ولا لا. دونك غادي نديرو ايباي وغادي نحط التايتل نفس التايتل. اوكي سو كاينين هنايا 50، المهم خصنا نشوفو بحالو تماما. سو هذا فيه هاد المنتوج كتشوف خص يكون نفسه تقريبا. اوكي تهاري هوم جانجل باور برينت كوين افريج كافر. سو كتقارن المنتوج كتشوفو واش هو كافرز كوتون بيش بيش بادين لايت ويت لايت ويت. المهم نعتبره مثلا هذا هو البرايس ديالو. ضروري خاص يكون البرايس في الامازون اكثر من ايباي، وضروري كتحط في الكونسيدريشن انه كيكون واحد السيلين في مثلا في ايباي ولا في اي ماركت بليس كيكون واحد الفاينل فاليو في على البرودوي ملي كتبيعو. سو دونك ها هو عندنا هذا البرودوي، قلنا خصنا دابا نجيبو من الامازون ونحطو في ايباي بواحد البرايس اللي نقدروا نديرو في واحد البروفيت. ونفس الطريقه غتقدر تكون في الـ في الـ في الفيس فيسبوك ماركت بليس. دونك هاد هنا لحد الان ما يعني ما كتبانش هاد يعني امبورت،
غادي نمشيو دابا ناخذ نفس الايتم ونمشي نديرو في ايدج حيت ديجا درت فيها الاكستنشن. نمشيو لامازون amazon.com وغادي نمشي لهذاك البرودوي اللي حطيت قبيله كنترول في هو هذا. سو دونك هذا هو البرودوي اللي غتلاحظوا الان. الى شتي دابا هاد اللعيبات اللي خارجين هنايا امبورت كونفيغوريشن يعني ملتيبل تقدر دير ملتيبل برودكت. هذه هي الاكستنشن اللي دونالدينا قبيله ديال الافيليات اللي كتسمح لنا بالامبورت. سو دابا غادي نحاولوا امبورطيو هذا البروداكت. وكاين عندك يعني جوج ديال الطرق. الا كان عندك البروداكت يعني فيزيكال بروداكت اللي تقدر تبيعو تقدر دير سيمبل بروداكت وكيتحط يعني از سيمبل بروداكت. اما الا درتي افيليات بروداكت يعني من شي واحد كيدخل للموقع ديالك ولا اي بلاصه غادي يطلع يشري من الامازون وانت كتاخذ عليه واحد البورسونتاج. سو دونك الا انت عندك واحد البروداكت بغيتي غير الديسكريبشن والبيكتشر والمسائل كدير سيمبل بروداكت وكتيمبورتي هادشي وكيكون عندك انت البروداكت كتحكم في الثمن كتحكم في كلشي. اما الطريقه اللي كنهضروا عليها دابا هي ديال الافيليات بروداكت. سو غادي نديروا افيليات هذا سيلز برايس. هنا الا بغيتي دير مثلا هنايا مثلا شتي انت 120 باش كتموتيفي الناس شويه كدير هنايا 120 البرايس باش شفتيه وهنا كدير 95 باش كتبان ديك العباره كاين سيل. سو 120 95 برايس باش تبيعو نتايا. سو باي ات ناو شورت ديسكريبشن كيكون هنا الديسكريبشن كيخرج كلشي وال البرودكت اللي بغيتي تحطو مثلا في الويب سايت الا بغيتي تبابليشي ديريكتومو حنا نديرو بابليش للكاتيجوري. سو الكاتيجوري المهم الكاتيجوري تقدروا تبدلوها من بعد حيت دابا انا هاد الكاتيجوري هما اللي كاينين عندي في الويب سايت باقي ما درتش فيه يعني اديشن الكاتيجوري. سو بحال هاد الكاتيجوري ديجا خصكم تكونوا دايرينها في الويب سايت. سو نعتبروا نحطوه في السيل. سو هنايا عندك حوايج اخرين تقدر ديرو ديسكريبشن مثلا امبورت برودكت ديتيلز امبورت برودكت سبيسيفيكيشن. هاد المعلومات كلشي كتجبد من البرودكت في الامازون وغتحط لك نتايا مثلا في البرودوي. يعني دابا ولات عندنا ها هي برودوي ما درت حتى شي حاجه ها هو عندي هكا نقدر نحطو في ايباي نحطو في شحال من بلاصه في الويب سايت ديالي بنفس الطريقه. دونك لحد الان غنمشيو نشوفو جاليري ندخلو البيكتشر تا هما يعني انت كتحكم في الحوايج اللي غيكونوا هنايا. الا بغيتي مثلا التصاور ما يكونوش راك انتشيك ديس بوكس ريفيوز. بعد البرودوي كيكون فيهم الريفيوز كيبانوا هنايا بغيتي تبينهم تا هما كتبينهم. additional details هاد الكيورد هادو راه مزيانين لانهم كيساعدوا في جوجل كيورد الناس اللي كيقلبوا على شي حاجه. سو كاينين هاد الاتريبيوت هنايا. سو اي واحد كيقلب على هاد السبيسيفيكيشن راه عندك جود تشانس باش يلقى البرودوي ديالك. البرودكت تاجز البرودكت تاج نقدروا نديروا من التايتل كدير كرييت تاج. سو ها مولا عندنا التاجز هنايا اللي كتحط يعني تما ديال الكيورد في الريسيرش ديال البرودكت. شي واحد كيقلب على البرودوي كي يعني كيتايبي هذا الكيورد راه كيكون مثلا عندك تشانس انه يجي في البرودكت ديالك. سو من بعد ما كنديروا كلشي كنديروا امبورت تو شوب. دابا كان امبورتي من الامازون نحطو في الشوب ديالي في هذاك الويب سايت. قلت لكم ويب سايت ضروري لانه ضروري خص يكون عندك واحد بحال قلتي ستور ما عندك 6 ستور في الحقيقه خص يكون عندك اونلاين. سو هنا كيقول لك سكسسفول. سو دابا ها هو دابا كيمشي للستور نيشان. سو دونك ملي غيمشي للستور غتمشي للبروداكت اول برودكت. اوكي سو ها هو تحط هنايا في اول برودكت. ها اللعيبه تحطات هنايا هذا هو. سو دابا ملي تحط عندنا هنايا يمي نشوفو بعدا كي غيكون. alright سو هنايا كيكون ديسكريبشن كيكون مثلا كلشي هنا كيجي من الويب من امازون كيتحط عندك هنايا والفيسبوك كيكون هنايا ملي كيتبابليشر كتبان هنايا. نديرو لي بريفيو تشانجز نشوفو في الموقع كي غيكون. اوكي دابا ها هو البرودوي دابا ولا خدا من الموقع ديال امازون ها هو جا عندي في الويب سايت يعني اوتوماتيكمون يعني شحال خدا جوج دقائق
سواء ولا عندي منتوج وكتطلع هنايا يعني الى شي واحد بغى ستارت شات سو قدر يجي اي واحد دابا الى بغى يشريه كما قلت لكم دابا هذا افيليت ستوك وايدر سو هنا دايرين افيليت ماركتينغ اكسترنال برودكت سو هنايا اوتوماتيك مورا ما يبقاش ستوك تما ما غيبقاش عندك نتايا سو هنا كتحط واحد الكوانتيتي بروفيزوار ومادام يعني دخلنا لهنايا نحاولوا نديروا الكاتيجوري ديال اي باي يا نورمالمون كيما قلت لكم من قبل كدير لها السيراب من قبل ولكن هنا مادام باقي ما درتش لها السيراب غنمشيو للبادين سو غادي نمشيو للكاتيجوري المناسبه اللي غادي تكون هي في البادين هي هوم اند جاردن هوم اند جاردن الا ما عرفتوش هاد الكاتيجوري شناهي يعني سير غير الاي باي وكتب سميت البرودوي وشوف الكاتيجوري اللي كيدير يعني البائع اللي حط البرودوي بحال مثلا هنايا كتمشي كتعطيك الكاتيجوري اللي فين تحط هوم اند جاردن بعدين يعني ما غتحتاجش انك تبقى تقلب عليها في هذه اللائحه سو هنايا درنا الكاتيجوري دابا ديال اي باي سو ديما فين ما دير شي يعني شي تعديلات ضروري خاصك تمشي لفوق هنايا ودير ابديت المهم هذا الشيء يعني ديال ووكوميرس مع ووردبريس يعني كل موقع كتكون عنده الخاصيات ديالو سو هنا كدير ابديت سو دابا غادي نشوفوا واش غادي يكون شي ايرور اخر في اي باي او لا وغادي نمشيو للبرودوي ديالنا سو اي باي سو هذا هو البرودوي اللي لقينا فيه المشاكل اللي خدينا من امازون نحاول نديرو لي بابليش شوفوا واش هادي الشاتو اللي خضراء ولا سو من بعد البرودوي كيولي فيريفايد هو ملي كتبان لك هنا فيريفايد تما فين تقدر تبابليشي ملي كتبابليشا كتبان بابليشت بحال هذا بريبيرد ولكن باقي ما مشاش تقدر تكون فيه شي اغلاط سو دونك ملي كتبان هنا فيريفايد كدير بابليش وكيمشي ديك الساعه البرودوي من ويب من ووكوميرس كيمشي للاي باي المهم انا دابا كتابلودي ياخذ شويه الوقت ومن بعد يعني كيقول لك بابليش وملي كتمشي للاي باي يعني كتلقاه في اي باي بدون يعني تحط تصاور او تحط ديسكريبشن يعني المعلومات كل شيء هنا وكما قلت لكم يقدر يكون سيمبل برودكت او يعني يكون افيليت برودكت سو هذا هو البرودوي يعني اللي حطينا دابا اوكي سو كيتحط البرايس تايتل الانفورميشن هنايا راه كل شيء كتجبد من الامازون يعني المعلومات كامله الا بغيتي دير اللوغو ديال الستور ديالك وكتحط هنا المعلومات كامله ديال ديسكريبشن بيكتشر البروداكت انفورميشن يعني كل شيء هنايا فروم كيبقى يعني هنايا اي برودوي كتبيعو راه كتكون فيه واحد الكوميشن نمشيو للكوميشن لهادي سلايد ويبرس سلايس ويبرس وغادي تشوف هاد الباكس هذا سو ديزيبل كوميشن سو اف يو كليك اون ات وين تشيك كوميشن ويل نوت بي جينيريتد فور ذيس برودكت to make sure this box is not checked وهنا هادو الكيورد اللي دخلنا من امازون يعني كلشي جا هنايا والبرودوي يعني دابا راه محطوط في الفيسبوك وفي اي باي ومازال ان شاء الله نوريكم طرق اخرى اللي تقدر تستعملوها في الافيليت هذه غير طريقه واحده اللي يقدر الواحد ياخذ بضاعه من واحد الماركت يحطها في ماركت اخر وان شاء الله غادي نوريكم طريقه ديال البروداكت ريسيرش يعني كيفاش تلقى هذا البرودوي اللي غادي يخلي لك واحد البروفيت وتقدر تستعملو يعني بدون شراء البضاعه او يعني الشيبين او تخزينها وديك الساعه يعني الا كان اي اسئله يمكن طرحها في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمه الله.